هذا احنا وصلنا ان شاء الله، بس المستشفى ما يكون في زعمه ان شاء الله. دقيقه جايينكم. ها طيب يا بنتي بس اصبر بس اصبر ابوي بس اصبر. العصبه هذه قتلتني يا بنتي. بس اصبر بس اصبر. بسم الله عليك. يا الله يا الله. بس كلها دقائق بيجون ان شاء الله. بس اصبر ابوي اصبر. ان شاء الله اصبر. اذا سمحت بس اخوي تعبان ضربت لنا عصبه، بس ممكن واحد يجي يساعدنا الله يخليك ان شاء الله. بس هو برا يلا جايين على الله يسلمك. في مسؤول كبير في الدوله بيجي هنا عنده وعكه صحيه الله يخليكم. اريد تفضلوا لي جناح بالكامل. اريد لك تنتقي لي احسن الكوادر الطبيه. هو الحين بيوصل بعد شوي. خلاص ولا يهمك، الحين بروح الجناح ونجهز كل شيء. وعلى فكره ما اريد اي واحد يعرف انه هو موجود معانا هنا في المستشفى، هذا واحد. اثنين، ما اريد اي واحد ايضا يعرف عن حالته الصحيه. مفهوم هذا الكلام؟ ان شاء الله. يلا تفضل. بسم الله عليك بسم الله عليك. ها خلاص هذا هم جايين. تصبر يا اخوي تصبر الله يهديك انت بعد. عمي عمي هذول جايين. ها شفتي ما شاء الله عليهم اخوان شمه ما تاخروا. تعالوا تعالوا هذا هذا المريض عندي موجود هنا. يلا يلا يلا. وش السالفة؟ كيف باقي عندنا من هذا؟ خلا خلا قوم بنشل بروحنا بنشل بروحنا. ما في احد المكان فاضي. وين راح وذيله؟ وين راح وذيله؟ انت كم متروس قبل شويه؟ لو سمحتي لو سمحتي. أيوة. ما في احد هني؟ عندنا مريض. لا ما في احد كلهم رايحين داخل. ايش يسوون داخل؟ توهم كانوا هنا جالسين، كان المكان متروس، رايحين داخل يسوون؟ جايبين المسؤول حالته خطيرة. كيف؟ مسؤول حالته خطيرة؟ لا اقصد ما في شيء. كيف يعني؟ عندنا مريض في بيت عالق يضحك هذول الناس. انا الحين مستعجلة ما اقدر افيدكم بشيء، بس انتظروا هناك وبشوف لكم احد يجيكم اذا ما نسيت. بعد اذا ما نسيت تقول؟ وش السالفة هذه؟ هذا المكان كان متروس يا جماعة الخير، يضحكوا. سريح حارث طمني على صحة طويل العمر. في الحقيقة بعد التحاليل المخبرية اتضح انه عنده اسهال حاد جدا. اسهال وحاد جدا؟ يعني على هذا الكلام كم بيجلس عندنا في المستشفى؟ 10 ايام تقريبا. 10 ايام كثير يا حارث، انت تتكلم عن طويل العمر، تعرف ايش يعني طويل العمر؟ يعني اجتماعات سفرات مؤتمرات. اقول لك شيء، جمع كل الكادر الطبي اللي عندنا، ما اريد ولا دكتور واحد يكون في الاقسام، كلهم يكونوا عنده، اريده خلال 3 ايام يطلع من المستشفى، وما اريد اي صحفي او اي اعلامي يعرف بالخبر ويعرف ان طويل العمر موجود هنا. حاضرين اوامرك. توكل. 10 ايام تريدوا تودونا في مصيبه انتم؟ تعبان يا اخوي يا جابر، تعبان عصب، انت تعبتني واجد. يا داود الله يهديك انت ريال عود. اصبر انت ما بياهل اصبر، احنا دكتور بعد شوي بيجي وبيعالجك ان شاء الله. اصبر ارحمني برحمتك يا رب. امين يا رب امين. هذا الدكتور وصله. هذا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ها خير ان شاء الله؟ ايش في الوالد؟ عصبه يا دكتور، ما اقدر احرك جنبي. يا الله يا الله ما
نشوف شر ان شاء الله. ومن متى هالكلام؟ من امس يا دكتور. خلاص ولا يهمكم ان شاء الله، احنا بنشوفه، بس استريح بالخارج واحنا بنشوف الوالد. الله يسلمك. تفضل. بس الله يخليك دكتور، ترى غير تعبان وايد، ساعدنا الله يخليك. خلاص ولا يهمك ان شاء الله، استريح بالخارج. يلا بالخير يا سارة. خلاص الدكتور الحين معاك، خلاص صفية. يلا صفية. دكتور الله يخليك، الريال ترى وايد تعبان، البارحة ما رقد طول الليل. ولا يهمك ان شاء الله، ما راح يصير الا الخير، بس استريح بالخارج واحنا بنتكفل فيه. يا ولدي وين الالم يا الوالد؟ يا شوي 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 خلاص ولا يهمك يا الوالد، الحين بنعطيك الحقنه هذه وان شاء الله الالم بيروح. دكتور أيوب أنت موجود هنا ولا أدور عليك المستشفى؟ خير؟ إيش هناك؟ يا عزيزي هذا الإسهال ما بيتوقف، وبعدين عندي مسؤول كبير في هذا المستشفى، أريدك الآن تنضم إلى الكادر الطبي، وما أريده أبدا يحس إنه مقصرين بشيء. إنزين والمريض هذا؟ يا عزيزي هذا ما بيموت، ما بيموت، وبعدين يمنع على إبرة، خلي الممرضة هي اللي تعطيها. تعال بسرعة معي. عايشة عايشة، زين حصلتك. المريض اللي بداخل الغرفة عطيه الحقنة اللي أنا حاطها على الطاولة. زين أنا بروح أشوف مريض وأرجع لك. دكتور أنت بعدك واقف هنا؟ تفضل لو سمحت. جاي معاك. تفضل جاي. زين لا تنسي مثل ما فهمتك. السلام عليكم، كيفك أنت؟ الحمد لله الحمد لله على السلامة يا طويل العمر. إن شاء الله ترجع الوزارة مشافة ومعافة إن شاء الله. الشر واجيكم. بس كل اللي أتمناه إنه ما حد ياخذ خبر باللي صار. لا تخاف يا طويل العمر، لا تخاف. أنا أعطيت تعليمات للكل إنهم يكتموا على الخبر وما حد يعرف. طويل العمر، في فحوصات وتحاليل ثانية حابين إن نسويها لك. أرجوك يكفي من هالفحوصات وهالتحاليل. طال عمرك لابد نعمل مرة ثانية عشان نعرف السبب. ايش عندكم هني؟ ماشي طال ماشي ماشي. هذا الجناح الخاص يعني ما حد يدخل هنا ان شاء الله، خاصة امام هذه الغرفة. ان شاء الله ان شاء الله. خلاص تفضلوا سمحتوا ايش مشغولكم؟ ليش هذا المستشفى؟ هذا ما مجمع تجاري. خلاص خلاص
ما دام ابوك هالابره الطيبه يعني امورك في السليم. ها اخوي كيف صحتك الحين؟ الحمد لله حاس احسن. بس اقول جابر يا اخوي انا حاس بشيء غريب ما اعرفه. لا حول ولا قوه. انت ياهل يا ريال. عيب عليك عندك بنت عروس بعدك شغل ياهل. ريال عود انت حاس ما حاس. بتروح البيت الحين وبتنام بترتاح. يلا خلاص. اوه الامر قام مره ثانيه. لا حول ولا قوه. حول قوة إلا بالله. في الحقيقة احنا ما نقدر نشخص الحالة للحين لان حالته صعبة شوي، لكن بنكتب له علاج مؤقت. بكرة الصباح ان شاء الله راح تعرض حالته للاطباء المختصين. اطباء مختصين؟ طيب يعني بتعالجونه ان شاء الله؟ بتعالجونه يا اخوي. هدي واستهدي بالله، ما له داعي لهالعصبية. ترى انا مثل ما قلت لك الحالة هذه تعتبر من الاف الحالات اللي احنا ممكن نشوفها، وبالتالي محتاجة للتشخيص دقيق. والحالة هذه إن شاء الله بيشوفها الأطباء بكرة. ويش على في الحالة تبن شخص؟ الريال في عصبة، نقعوا لعصبته، ضربوا إبرة وخلوه يروح بيتهم. ها مسكين تعبان، حرام عليكم والله حرام عليكم. الظاهر انه حالته صارت صعبة، لازم نتصرف. اذا سمحت الله يسلمك. ان شاء الله تكونوا توصلتوا للنتيجة. لطفا انت مين؟ أنا جابر أخو داود اللي ضربت لنا عصبة. طيب تفضل معي. تفضل. أخوك مصاب بمرض النخاع الشوكي. نخاع شوكي. تفضل دكتور أيوب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيش هو هذا بعد النخاع الشوكي هذا؟ النخاع الشوكي يا أخوي يا جابر له علاقة كبيرة مع الجهاز العصبي المركزي، وفي نفس الوقت يرتبط وله علاقة كبيرة ما بين العمود الفقري. أنا بشرح لك كيف. طبعا قبل لا أتكلم عن العمود الفقري، في مجموعة من الحزم والأعصاب هي اللي ترتبط مع النخاع الشوكي، وبطبيعة الحال يجي دور العمود الفقري واللي هو طبعا يحمي هذا النخاع من كل الأمراض ومن كل الأشياء اللي ممكن يتعرض لها جسم الإنسان. وطبعاً عارف شو هو العمود الفقري؟ معروف بس هذا إيش علاقته بالعصبة؟ لا يا أخوي، أنا أكلمك عن النخاع الشوكي ما أكلمك عن العصبة. خلينا نشرح له شو يعني النخاع الشوكي. النخاع الشوكي طبعاً يعتبر المسؤول الأول والأخير في نقل النبضات من المخ إلى جسم الإنسان. يعني خلينا نعطيك مثلا الحين لو انت بغيت تحرك ايدك، فالرساله راح تطلع من المخ الى العضلات في جسمك انت، بحيث ان توصل الرساله وفي نفس الوقت توصل هذه النبضات لجسمك، وبالتالي انك انت ممكن تحركه. وهالشيء طبعا راح يصير العكس اذا مسكت اي جسم ساخن. اتمنى انك تكون فاهم كلامي. تقريبا. كمل. ينتج عن اصابه النخاع الشوكي اختلال في المادة البيضة في جسم الإنسان،
وبالتالي هي اللي تعقد الأمور ونوعا ما تسبب نفس الحالة اللي نشوفها في أخوك داود. ولو أني ما فاهم إيش تقولون، ما فاهم، أنا ما أعرف إيش المشكلة وإيش ها سالفة اللي الشوكي ما الشوكي، أريد أعرف السبب. قصدك النخاع الشوكي؟ هو هذا النخاع الشوكي. الأسباب كثيرة طبعا وما نقدر نحصيها. زين عالجوه داود مسكين ما يستاهل اللي صار له، عالجوه الله يخليكم. أنا متعاطف معاه، ما بس أنا يعني حتى الدكتور حارث متعاطف معاه كثير، كل الطاقة متعاطف معاه. بس المشكلة أن المرض غريب علينا شوي، لكن لا تخاف، بفضل جهودنا وبفضل الكادر الطبي راح نحاول أن احنا نتوصل للعلاج، وأخونا داود إن شاء الله راح يطلع من المستشفى سالم ومعافي إن شاء الله. وصلت يا صفية؟ اي وصلت يا عمي، خذ هذه من قيمة الأرض. صفية سامحيني، أهلي وعندي فلوس ما خليتهم تبيعون الأرض، لكن أنت عارفة الحال. الله كريم يا عمي، كل شيء هو بس يرجع أبوي مثل ما كان. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا ابو سعيد، حياك الله. كيف حالك؟ عساك بخير. كيف حالك انت؟ الحمد لله، الاولاد والشياب والاهل الحمد لله نحمد الله ان شاء الله. كيف حالك انت؟ الله يسلمك. الاهل والجماعه طيبين، سرك الحال. الله يحييك. شعلوم؟ والله ماشي. شيخ اخبار؟ ابدا. يا مرحبا. منصوبك؟ ابد. شيخ اخبار؟ ديار ساكنه. حياكم الله. الله يسلمك يا مرحبا. ها ان شاء الله شفت الارض وعاينتها وعجبتك ان شاء الله. نعم شفتها، نعم شفتها الارض. الحمد لله الحمد لله. لكن بسالك، نعم، كم المطلوب فيها؟ 7000. 7000؟ لا لحظة ابو سعيد، 7000 يا ابو كثير. لحظة، ما انت فاهم كثير المبلغ. زين 6 اخوي، 6. شوف انا بعطيك 5000 وفلوس تراها كاش في جيبي. لا حول. ايش قلت؟ الا بالله العظيم. 5000 وترى لا تفكر، الارض بعيدة وما فيها خدمات وبعيدة كثير. بتيها اخوي الخدمات، بتيها. لا انا اريدها تو. شوف وفكر. زين طيب خلاص، يلا مبروك. ان شاء الله كيف ملتقين ان شاء الله بكره عيد. أنا ما علي من تقاريركم هذه، أنا مستعد أي تقارير من برا. اتأكد أن العاهة اللي صارت لأخوي سببها مستشفاكم. الدكتور أهمل أخوي وخلاه على الممرضة. اسمح لي يا عزيزي، أنا أولا ما أسمح لك أبدا أنك تخاطبني بهذه النبرة. ويكون في علمك إحنا عندنا أفضل التخصصات الطبية، إحنا مشهور في هذا المستشفى، مشهور فيه في كل مكان في العالم، حزنا على جوائز طبية من منظمات عالمية. يعني تريد تقول لي اني انا اعترف بتقريرك انت بتجيب لي؟ كيف يعني يا عزيزي؟ انت لازم تؤمن بالله ان هذا قضاء وقدر، يعني لا انا ولا انت لنا علاقه في مرض اخوك داود. وانا على فكره هذا ما اول واحد ولا اخر واحد بيكون مصاب بهذا العاهه. طيب بيني وبينكم المحاكم كيف يعني؟ اعتبره هذا التهديد في مكتبي؟ احسبها مثل ما تحسبها، العاهه اللي صارت سببها المستشفى مالكم، وأنا لا يمكن أسكت، فاهم؟ والله زين، عقب كل واحد يجيبنا تقرير من برا ما معروف من وين وإحنا نقوم نصدقه، كان إحنا قفلنا المستشفى من زمان يا عزيزي. يا أستاذ، يا أخ، تعال تعال تعال. تعال. أنت بخيت؟ أنا بخيت. طيب اسمعني، أنا مطرشيني عندك هيثم تعرفه، أعتقد إني أكلمك. انت جابر؟ ايوه انا جابر. اسمعني، اباك تقول لي كل شيء، سامع ولا؟ بقول لك كل شيء بس لا تخبر حد ارجوك. شوف اسمعني، عموما لا تقول لي ولا اقول لك، احنا نروح برا في واحد قاعد ينتظرنا، قول لك كل اللي تعرفه. من هو؟ الصحفي. صحفي؟ خلوني بعيد ارجوكم، انا طبيب متدرب، ارجوكم خلوني بعيد ارجوكم. لا تخ...
تخاف لا تخاف، ما حد يعرف بالموضوع، الموضوع بيننا احنا بس. خلوني بعيد ارجوكم، تسمعني زين، اسمعني خير، ايش فيك؟ قالت لك الموضوع بيننا، لا تخاف، سامع ولا؟ الو ابو صقر، شو هذا الكلام وهذا الخرابيط المكتوبه في الجريده؟ للاسف انا كان عندي ثقه فيكم في المستشفى مالكم. انا ما عندي وقت لهذا الكلام اللي انتم كاتبينه. من بكره راح اشوف اكبر محامي. ما عندنا اي مسؤول تنوم في المستشفى بسبب الاسهال. هذا الكلام غير صحيح، والاتهامات اللي وارده في الجريده كلها محض افتراء، ونرفضها جملة وتفصيلا. ما بقينا شيء، ما بقينا حد وما اشتكينا له. الجرايد كتبنا فيه، البث المباشر اتصلنا، ما شفيت. كل هذا الشغل ما جاب نتيجة. أنا أقول شيء واحد، احنا نرفع عليهم قضية، وهذا كان المفروض نسويه من زمان يا صبية. هذا يا عمي اللي صار ما يسكت عليه. ما يسكت طبعا، يسكت. شوفي حالة الريال، شوفي مسكين يسوي بابا. ما في الا شيء واحد، احنا نوكل محامي، نشوف محامي طيب بس يكون ما ياخذ فلوس وايد. وهذا من وين حصله؟ من وين حصله يا حسره؟ من وين؟ قضية خسرناها، ايش في ايدنا نسوي اكثر من كذي؟ والله يا صفية، والله يوم اشوف ابوك قلبي يتقطع. ظروفنا صارت صعبة يا عمي، راتب تقاعد ما يكفينا، والارض تباعد، وانا ريال عثران مثل ما تشوفي، على الله وعلى بيع هالسيارات المستعملة، وهالايام السوق واقف، ايش اسوي؟ ايش بنسوي يا عمي؟ ما اعرف يا صفية، ما اعرف. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة. ايش تقول؟ فاتح بيته للناس علشان يشوفوا العاهة؟ في الحقيقة هذه المعلومات الأخيرة اللي وصلتني. بس هذا اسمه تشهير، هذا الإنسان جالس يشهر فينا. طيب ايش الحل؟ ايش نسوي؟ حارث، ما أنا اللي أقول لك إيش الحل، أنا أريدك تتصرف في هذا الموضوع اليوم. تعالوا تعالوا شوفوا، تعالوا تعالوا شوفوا الحل، تعال 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 شوف شوف الحل. هذا اللي سووه فينا. نفضة عند السلوك، نفضة. تقول بليب ما الأول تذكر مسكين، اي حد اسمك يا توم طلع من البحر بعد تلبط وايد، يقول وايد مسكين 40 ساعه ترقى. شوف اي حد، هاي الحال، وايد كلها تبكي مسكين. هاي شوف ايش بقى فيه، ايش بقى فيه. نفضه نفضه، الحين غيرنا اسمه، الحين سميناه ابو نفضه، ما داود الحين، الحين سميناه ابو نفضه، ينفض طول الليل نهار ينفض. عصبه بسيطه، عصبه بسيطه. هاي كيف كيف صار؟ هاي كيف؟ هاي ايش سويت؟ نودي سفره، نجيبه غوازي، خلص تقاعد تقاعد. احنا احنا جالسين احنا على هاي حالتنا كيف. هاي مسكينه. ونفضه ونفضه ما يسمع، ما يسمع. داود داود ينتبه، يوم تقول له داود نفض شوي، نفض نفض شوي، نبى شوي نفض شوي شويه بس شوي راويهم. رقله 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 شوي، ما شوي ما شوي. يوقف بعضها يعني. سكت.
أيوة أبو صقر. لا 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 لا، هذا عارض، عارض أخوه قدام الباب. لا، ويجمع الناس ويقول لهم شوفوا إيش المشاكل اللي عملها المستشفيات اللي عندنا. أيوة طبعا، لا عالم كثير طبعا طبعا، أمام الباب، أمام الباب الشارع. طيب طيب طيب، حاضر لهمك، حاضر. صوروا 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 صوروا، فنت، نزلوا فنت في كل المواقع، كل المواقع اجتماعية سياسية اقتصادية. شوفوا، قولوا تحول من داود إلى أبا نفضة، صار أبا نفضة. عصبة مسكينة، عصبة صغيرة بس، بسيطة بس. هاي حالتك. في النت، في النت، حطوه، رسلوه، حطه، ارسله، ارسله آسيا، أفريقيا، أمريكا، ونفضة. لا 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 لا، هذا شكله جن وما أنا ودي بهالبر. صدقني ما يسوي كذا إلا المجنون. أنا مستغرب من هذه الناس لو الحين، يعني فاضين؟ ما عندهم شيء؟ أول ما يسمع بمصيبة كلهم على طول يروح يشوفوا؟ معهم حق، معهم حق. هو صحيح إن العاهة، إن العاهة غريبة بعض الشيء وملفتة للنظر، بس هذا ما يعطي الحق إنه يشوه سمعتنا. إحنا لازم نتصرف، لازم نتصرف، لأن هذا راح يشوه سمعتنا وسمعة مستشفياتنا وأطبائنا. لا لا لا، أنا متأكد، أنا متأكد إن الموضوع فيه مؤامرة وفيه ناس جالسة تحفر من ورانا. لازم نحل هذا الموضوع وبسرعة. لا تخافي، راح نستأنف القضية ونكسبها بإذن الله تعالى.